يا لا 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 حكاية ان انا افكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير. ما تستغربش انا ما بهربش، كل الحكاية ان انا افكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير. ما جاش ابدا في تفكيرك اعيش يا حبيبي من غيرك، وعود نفسي على بعدك واللي انا فيه. طب اثبت لك اديني معاك ومش حاسه بحنين لهواك، وعيش حياتي من بعدك واعمل ايه. حكاية ان انا فكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير. ما تستغربش انا ما بهربش، كل الحكاية ان انا فكر لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغير. ما جاش ابدا في تفكيرك اعيش يا حبيبي من غيرك، وعود نفسي